جاية الانتخابات علشان أدي صوتي، علشان صوتي أمانة، وأي حد هيقدر يدي صوته لازم يقدر ينزل. مفيش حاجة يعني تقدر تمنعك، يعني رغم الظروف وأي حاجة لازم تيجي تقول صوتك وتقول رأيك، عشان أنت مواطن في البلد وليك حق زي أي حد. أنا كانت انتخاباتي في أسيوط، بس اتنقلت هنا لما اتجوزت، فلازم أنزل وجوزي بيدعمني معايا وأهل جوزي معايا، ولازم يعني كل ما مكان لازم أنزل لأي انتخابات بنزل فيها، عشان الناس هنا كويسة وساعدوني وقدموا لي كل المساعدة، ورئيس اللجنة بشكره وبشكر كل اللي موجودين في اللجنة.